من الكتاب والسنة، وليس في القرآن ولا في السنة أنه لا يمسح على الجوارب والخفين إلا إذا كان في زمن الشتاء. مسألة السادسة سابعة، إذا كان في الجوارب شقوق هل يمسح عليهما؟ في الشقوق هما الظفر طالع، كل الظفر طالع، العرقوق طالع، يمسح أو لا؟ نعم، بعض العلماء يقول لا يمسح، يقول الشق اللي هو مبط الخرز إذا كان في الجوارب أو في الخفين ما يمسح عليه، ما لا يجوز المسح، لكن هذا القول ضعيف. والصواب أنه ما دام اسمه باقيا، أي ما دام يسمى جوربا وستر غالب الرجل، فإن المسح يجوز عليه، يجوز عليه حتى لو فيها خروق في الأصابع أو في العراقيب أو في وسط الرجل أو في ظهر الرجل، كل ذلك جائز. طيب، لو كان على الإنسان جوارب خفيفة، جوارب خفيفة أو جوارب شفافة يرى من ورائها الجلد، الخفيفة يعني التي من خرق خفيفة، والثانية التي تكون من نوع البلاستيك مثلا شفافة لكنه ما ليس فيها هواء، إنسان اتخذ لقدمه جوارب من البلاستيك، كيس الرجل تراها رؤية تامة لكن ليس فيها خروق والماء لا ينفذ منها، هل يجوز المس عليه أو لا؟ نعم يجوز المس على هذه وعلى التي قبلها، على الخفيفة وعلى الشفافة، وذلك لأنه لا دليل على اشتراط أن تكون ثخينة أو أن تكون ساترة، ما في دليل، وإذا لم يكن فيه دليل فالواجب علينا أن نطلق ما أطلقه الله ورسوله، لأننا لو أضفنا شرطا واحدا لكنا ضيقنا على عباد الله. أيما أوسع للناس، الشيء المطلق أو المقيد؟ المطلق، فإذا أضفنا شرطا لم يكن في كتاب الله ولا سنة رسوله فهذا يقتضي أننا نضيق على عباد الله، والشرع ليس إلينا، إلى من؟ إلى الله ورسوله. أي دليل يدل على أنه لا بد من ستر القدم وأن مبط الخرز يؤثر؟ ما في دليل، بل العلة والعلم عند الله، العلة مشقة النزع، مشقة النزع، ومشقة النزع حاصلة بالجورب الخفيف والجورب إيش الثقيل، كل فيها مشقة النزع. ولهذا وردت السنة بجواز المسح على النعل، والنعال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليست نعالنا، نعال مسيرة يشق نزعه الله إلا بالاستعانة بالأيدي أو الأرجو، فدل هذا على أن العلة ليس هو الستر، العلة إيش؟ إيش العلة يا أخوان؟ مشقة النزل، وهذا حاصل في الجوارب الخفيفة والجوارب الثقيلة كل واحد، واضح؟ طيب، المسألة إيش؟ الثامنة، التاسعة لا بأس، لا في واحد، هل المس على أعلى الجوارب ولا على أسفلها ولا عليها جميعا؟ على الأعلى، على الأعلى، امسح على الأعلى من أطراف الأصابع إلى الساق ويكفيك. وكيفية المسح؟ أن تبل اليد وتمرها هكذا، ها هكذا، يعني على ظهر اليد في الأصابع مفرقة، وعلى أي وجه مسحت فلا بأس، الرجل قصدك، لا تمثل، تبل اليد ثم تمرها على الرجل هكذا، لا أنا أمثل كأن يد اللصة هي الرجل هكذا مفرقة الأصابع، وعلى أي كيفية مسحت فهو جائز، ولكن هل تبدأ باليمنى قبل اليسرى أو بهما جميعا؟ أنت بالخيار، إن مسحتهما جميعا يعني مسحت الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى فلا بأس، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول مسح عليهما ولم يقل بدأ باليمين، وإن بدأت باليمنى قبل اليسرى فلا بأس أيضا، لأن المسح بدل عن الغسل، والغسل تقدم فيه اليمنى، فالأمر في هذا واسع، إن مسحتهما جميعا جاز، وإن مسحت اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا. لكن لو قال إنسان أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما أبدأ؟ يعني الإنسان ما إما أنه مقطوع اليد اليسرى أو ما مجبورة بكسر أو غيره، المهم يقول أنا لا أستطيع أن أمسح إلا بيد واحدة فبأيهما أبدأ؟ باليمنى، صح؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. المسألة العاشرة والختام، لو أن الإنسان
مسح على الجوارب مسح عليه، ثم بدا له أن يلبس على الجورب جوربا آخر وهو على طهارته، يعني اشتد البرد وأراد أن يضيف جوربا آخر إلى الأول بعد مسح الأول وهو على الطهارة الآن، يجوز أو لا؟ يجوز، ويمسح الثاني الأخير. لكن متى ابتداء المدة؟ هل هي من مسح الأول أو من مسح الثاني؟ من مسح الأول، ابتداء المدة من مسح الأول. وعلى هذا فلو أنه لبس الثاني على طهارة مسح الأول ولم يبق عليه إلا 4 ساعات، فإنه إذا تمت 4 ساعات من مسح الأول انتهت المدة. واضح ولا غير واضح؟ طيب، وإلى هنا ينتهي.